أهلا بكم. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للمرة الثانية خلال شهور مجموعة من شباب فريق شركة انطلاق المتخصصة في دعم مشروعات ريادة الأعمال. يهدف اللقاء إلى استعراض تقرير يتضمن سردا شاملا لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر ومتطلباتها وسبل دعمها خلال المرحلة المقبلة. وعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركة انطلاق التي تعمل في مجال مهم للغاية وهو مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة أن هذا هو توجه الحكومة الآن إذ يعد هذا القطاع محركا أساسيا للاقتصاد. شهدت فعاليات قمة كوب 28 للمناخ المنعقدة في دبي لقاء محافظ بنك المركزي المصري حسن عبد الله مع كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وكشفت مصادر أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي والأزمات الخارجية المحيطة. وأكدت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، والذي يستوجب تضافر جهود مختلف الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة على هامش مشاركته في كوب 28 بدبي تحت عنوان دور التعاون الإقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي. تواصل الحكومة شن حملات رقابية مكبرة وموسعة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة. في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، تواصل الحكومة شن حملات موسعة للتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في الأسعار، إلى جانب مكافحة الغش بكافة صوره وأشكاله ومراقبة جودة وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين. شن حملات على مستوى الجمهورية، على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية كلها، لا يخفى على أحد الوضع الحالي في الأسواق من تذبذب الأسعار بشكل مبالغ فيه وغير مبرر، قيام بعض التجار بحجب السلع وبغرض طبعا تعطيش السوق ورفع السعر. الغرض من الحملات هو ضبط كل المخالفين، التجار اللي بيقوموا ببيع السلع بأزيد من السعر المعلن تبقى طبعا ده في مخالفة تبقى لقانون حماية المستهلك، أو تخزين كميات كبيرة من السلع بغرض طبعا تعطيش السوق في الفترة دي ورفع السعر وطبعا حجب السلع للتداول عن الجمهور. تلك الحملات تأتي مع مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك للتعامل بكل حزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية. اللي بنستهدفه دلوقتي، احنا دلوقتي في الوضع نظرا للأزمات اللي موجودة زي السجاير والسكر والرز، فبنستهدف المواد الغذائية أكتر، المخازن، المحلات سوبر ماركت اللي مخزن سكر ومش عايز يبيعه، المخازن السكر، ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، المصدر السلعة أنت جبتها بكام وبيبيعها بكام، بنقيس هامش الربح هل هو مبالغ فيه جدا. بيختلف التفتيش على حسب النشاط، لكن احنا بنركز في ان هو سواء كان بيبيع سلعة أو بيقدم خدمة على الإعلان على السعر، سواء السلعة أو الخدمة اللي بيقدمها. في حالة السوبر ماركت احنا بنخش نشوف هل هو ملتزم بالإعلان عن أسعار المنتجات ولا لا، ونشوف إذا كان منتج مكتوب عليه سعر هل هو بيبيع بنفس السعر اللي مكتوب على المنتج ولا لا. حملات مستمرة في إطار خطة الدولة للتفتيش على الأسواق وضمان منع وقوع جمهور المستهلكين تحت مظلة الإضرار بصحتهم وسلامتهم، إلى جانب التأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. في أسواق البترول العالمية، شهدت أسعار النفط استقرارا إثر تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك بلس،
وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1% ليسجل 78 دولارا و2 من المائة سنت للبرميل. كما سجل أيضا أو ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% ليصل إلى 73 دولارا و9 من المائة سنت للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.3% لتسجل 2.74 للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% لتسجل 2.82 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت وكالة مودز توقعاتها لتصنيف الصين الائتماني من مستقر إلى سلبي على خلفية مديونية ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضحت مودز أن قرار تغيير التوقعات إلى سلبي يعكس مؤشرات متزايدة بشأن الحكومة والقطاع العام عموما. وأكدت الوكالة أن هذا يطرح مخاطر كبرى على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية، مشيرة إلى نمو اقتصاد أضعف وصعوبات في القطاع العقاري يواجهها العملاق الآسيوي. نهاية أخبار اقتصاد، من جديد أعود إلى شروق ودينك. شكرا لك محمد عبد الله.